يقول أنا مسافر وأريد البقاء في مكة 5 أيام إن شاء الله، فهل يجوز لي القصر والجمع، وهل تسقط عني السنة الراتبة أم لا؟ لا يجوز لك القصر ولا الجمع ما دام أنك نويت 5 أيام، لا يجوز لك القصر ولا الجمع، بل يجب عليك الإتمام وتؤدي الرواتب وتعتبر نفسك من المقيمين. نعم.